اليوم الموت والفرقة سوى للبحر حياتي. لا اله الا الله. الاول ما قلنا خلاص نغيص ابراخ ننتر نساني. من يقول؟ كل يعيشون في القوس 14 من يطبخ لهم. هني في البحرين وبالتحديد في محرق، وقبل 50 سنة مجموعة شباب اختاروا البحر وكبروا وياه لما صاروا نواخذه. واحد منهم خالد عجلان، واليوم على ظهر بانوش عمره 75 سنة رحنا وياه في رحلة عبر الزمن نستذكر فيها أحلى الأيام. أنا خالد سلمان عجلان، كنت في مدرسة عبد الرحمن الناصر، حالنا حال الشباب، شردنا من الدراسة ويودنا البحر. صرت بحار عند عبد الله مقهوي الله يرحمه عائلة الحودي، قوي في البحر وايد شديد. ايه اكو ولدي يسمعني ما يخليني اشرب ماي بارد. ليش؟ في التبطيل والتسكيك يدش هواء ويذوب الثلج، هو يتم يومين في البحر فيحافظ على الثلج. حسين عبد الرضا يقول حط فلوسك في الشمس وقع في الظل، عبد الله مقهوي بالعكس سووا لنا. جمال؟ ايه احنا كرفة طلع حرتي مال ابوه. زين زين، هاي عشوة اللخمة هذه. هاي الاول يخرعون عيالهم حق يلبون عيالهم بها، لشطات فلاشطه زر من الهوز لان فيه حبوب ويجففونها في الشمس. عندي صديق من راس رمان من المنامه، اذا يشوفني في بحر يتنعز عني، يعني تعاون روح رياضيه مو بمنافس منافس في الرزق، رزق الله، لكن لين شفت صديقي يبحر في منطقه تنعز عنه ما ضايقه. وفي ناس لا يدورك وين تروح يقطع عليك. ابراخ شيل حبل مال البوره، ننتر ننتر في البحر لما بيون الديره ما يقول نمشي ولا ننتر نساني. احنا قاعدين هنا نصيد، خف الصيد نروح منطقه ثانيه حتى لو جريبه نسانا قلبه، يعني نسانا نساني. لا عدي مو بحبل، حبل بعد هاي مقاس يقيسون ويفحصون البحر من هنا. نقطع لكم قطعه واحده الحين بسم الله، فيرفعه كذي البلاد يرفعه ويدقبه. ليش؟ عشان يجيب من اللي تحت رمل او حصى. شوفه اذا ياب حصى صغار حمر ولا شيء قال له ينقل ينقل، يعني يقول في مسميات حق الشوامر. هذه شامره، هذه يسمونها الوانس. الوانس ليش سموها الوانس؟ فيه التمر فيه الشكر فيه العيش، سموها الوانس. الشياب مال القوس مسمينها الوانس. في فريق اسمه اللوسي، قيس واحد تعب صدر هوخ صدر شاي صدر اذن شيطان، يطلع الغيس ويروح واحد من اللوسي. اللوسي بعد يشتغل اذا ما عنده شغل، يعني يقوص ولا شيء ما يسد محل ثاني. شوف الحين شلون فريق الكره، في احتياط لاعب احتياط، اي نفس الشيء اللوسي احتياط. من يقول؟ لا يطبخون، شو ما يطبخون بعد؟ يعيشون في القوس 14 من يطبخ لهم، مثلا ايام اللفوح يلفحون طول النهار، فيروحون في منطقه اسمها بندر ويطبخون ويسولفون، عاد ما يسهرون لان باكر بعد من الفجر بيقومون يلفحون، يسوون لهم مشبوس محمر مشبوس ايه عندهم كل شيء اجهزتهم بارزه، يعني لان يتمون ليلتين ثلاث. يلا يا عيال تغدوا تعشى عشاء غدوها عشاء غدوها. شنو عشاء غدوها؟ يعني مره واحده عشاء وغدا. انت عندك معرفه اكثر مني، انا تعاي وياك، انت تعاي وياي، شو تقولين لي؟ تقول لك وينك وين السرايات انت؟ يعني السرايات شنو هي؟ السرايات موسم هو قوي هواء وطوفان ومطر، انت وينك ويني؟ انا فرك فرك كذي هلو، وينك وين السرايات؟ القانون الصح اللي بقوله الحين الناس وايد بتزعل، لكن هو خلي يفكرون فيه صح. تم منع الغزول من الهيارات، هاي واحدة. ليش؟ الهيارات مربى السمك، تجمع السمك هناك، يصير عندهم اجتماع يتفاهمون السمك هناك، وفوق ذي بيصيدون سمك ما لهم شغل فيه صغار وبيقطونه. زين هاي الصغار ترى يحيي القوع، ومو يعني بس لنسدوا الغزل، منع الغزل بينقطع رزقك انت يا بحار. البحار يقولب، بحار الشاطر يقولب. شلون يقولب؟ ما في ذي الصوب اشتغل ذي الصوب، ما في ذي الطريقه اشتغل ذي الطريقه. كل الاصوات القديمه وقصص رجال البحر بهمومهم ومغامرهم حاضره للحين بقوه على هذا البونوشو.